نحتاج لراس ملفوف أحمر صغير، نص راس ملفوف أبيض طبعا حسب الحجم كمان، كزبرة خضراء، جزر مبشور، مع 3 معالق من السمسم المحمص، ربع كوب لوز محمص. هلأ بالنسبة للتتبيلة اللي هي أهم شيء اللي بتعطي كل الطعم للسلطة، نحتاج ل 2 ملعقة كبيرة من خل الأرز إذا نوجد، إذا ما نوجد رح أقولكم شو تستخدموا. بدنا نص كوب من الصويا صوص، 2 ملعقة كبيرة سكر بني، زيت سمسم، وزنجبيل مبشور. تمام؟ طبعا اكيد رح نحط فلفل اسود اذا مكتوب او لا، وفي كمان زيت عباد الشمس او زيت نباتي وعصير ليمون. حلو. اول اشي بدي احطه هون هو الصويا صوص. طبعا هاي الكميه كتير كبيره بس احنا حاطينها عشان كمان حتى الاكله الرئيسيه فيها صويا، فما رح نحطها كلها اكيد. اوكي. صويا صوص، نحتاج ل زيت النباتي، مع انه اليوم كمان عندنا بما انه رز شعبان والزيت نباتي من شعبان، فهلا رح نحط الزيت، وبعدين رح نحط زيت السمسم. بتعرفي زيت السمسم؟ ساسمي اويل. ريحته كثير قوية. هذا كثير بيعطي فليفر لكل شيء آسيوي، بس ما بنكتر منه لأنه بمرمر، فأنت بتحطي بس يعني شيء بسيط، أوكي؟ بعدين بدنا نحط كمان زنجبيل مبشور، هلا أنا مخليتهم القطع شوي كبار. لأنه بدي الفليفر يطلع بالسلطة، بس تقدروا أنتوا طبعاً تزغروهم. لأنه نكهته كتير قوية يعني بالزبط. طلعت حبة بس هو هلأ هيك بيعطي نكهة، وبتقدري بعدين تشيلي لأنه كبار مبينين، فبس أوكي. بيعطي الفليفر. هون عندنا عصير ليمون. هلأ أنا كاتبة خلي الأرز إذا نوجد. شو هو خلي الأرز؟ موجود بكل الأقسام تبعت الأكل الآسيوي. أوكي. بس إذا ما لقوا بيقدر يحطوا خل عادي، يعني ما في مشكلة. وطبعاً لأنه عندنا ليمون فبرضه بعطينا هذا الإشي. بس انا اول مره بعرف انه في اصلا خل للارز. فرجيك هو العلبه بعدين بفرجيك اياها بعد الهواء. بس موجوده بكل الاقسام، يعني كل السوبر ماركتس الكبيره الهايبر ماركتس في عندنا اقسام اسيوي هذا تلاقيه موجود. اوكي. رايس فينيجر اسمه. اوكي. هلا بدنا نحط كمان يا لين السكر البني، انا مقسمه لانه اغراضي هي هون. والحلو انه بتعرفي ديما انت اكثر من مره استخدمتي العسل ولا عم تستخدمي السكر البني للدريسنج للسلطه، مع انه بصوص الاكله حاطه عسل اليوم، بس هلا رح احط سكر بني. هاي السلطه حطيتها بكتابي الاول بحبها كثير، فضلت فيها سكر بني، بس اذا ما فيها سكر بني بتقدروا تحطوا عسل، بس هيك لاني بحبها ضليتني اعملها زي ما كنت اعملها من زمان. نفس الكلام، بس تقدروا تحطوا اكيد عسل فيها. هلا السكر البني بنحط تقريبا 2 معلقة كبار، ما تخافوا انه كثير، يعني هي بتحتاج هالقد. تخيلي ديما برضه قبل فتره كنت عم بقرا عن الملفوف، فبحكي لك انه ممكن يستخدم للحروق. في ناس بياخذوا الملفوف والله بيطحنوه وبعدين بحطوه على مكان الحرق، وهي جديده بيساعد يعني هو ني زي ما هو، وهو ني زي ما هو بس لازم ينطحن. اوكي. بصير زي البيست تقريبا. بصير زي ما هو بينزل لانه من المي اللي فيه. بالضبط. وبنحط على منطقه الحروق. والله كثير يلا بفعل. شايفه شيء جديد تعلمنا. لين هلا شايفه كيف بعد ما شربت الخضار عندنا كل النكهه، راح ازيد شويه بصل اخضر. انا كاتبه كزبره بس لقيتها دبلانه اليوم فما حبيت احطها، بس هي زاكيه معها، فراح احط بس بصل اخضر. وبرضه بتعرفي بالسلطه دائما بنقول المستحيل يكون في شيء غلط، يعني حسب النكهه اللي احنا حابين نضيفها اكيد نقدر نضيفها. هلا انا هون محمصه سمسم، احط شوي واخلي الباقي للوجه. اوكي. وبرضه بدي افرجيكم هون شو حاطه. حاطه لوز. هلا اللوز حطيته بمقلاي زي ما هو مع القشر، وحمصته على المقلاي بدون زيوت، بعدين حطيناه بكيس انا ولين ودقيناه في الهواء. برضه في تكنيك تاني ممكن عشان يكون خشن، لانه هلا بدي افرجيكم كيف رح نستعمله. فلوز محمص ما يكون ني، اسكى يكون محمص. ما بحب احطه على محضرة الطعام لانه كثير ناعم، صح بدي اياه قطع تشانكس يكون فيه، فعشان هيك حطيناه بالكيس وضربناه بس برضه مره ثانيه عشان عشان ناكد. انت بس حطيه بالمقلاي وما حطيتي عليه ولا شيء ولا اي زيوت ولا شيء، زي ما هو بتحمص دائما المكسرات. هلا احنا عاده بنحب نحط زيت مع الصنوبر مع اللوز، بس هي المكسرات فيها زيوت، فانت لما بتحطيها على النار يعني بتطلع زيوتها هي. اوكي. فبالاكلات الاجنبيه والاسيويه ما بحب احط ابدا زيوت، بالاكلات العربيه طبعا طبعا لازم. فهلأ خلينا نحط السلطة هيالين عشان نرجع نزينها بكل الأشياء اللي عندنا.